من الشعارات والمنارات التي يتحلى بها المتمسكون بسنة النبي عليه الصلاة والسلام تصديقه فيما أخبر، تصديقه فيما أخبر. فالنبي صلى الله عليه وسلم نبي، ومعنى النبي أن ينبأ إليه، أن يوحى إليه من الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل قد أوحى إلى النبي عليه الصلاة والسلام من علم الغيب، من الأمور السالفة والأمور الخالفة، وما يكون في آخر الزمان وما يكون في أمور الآخرة، بما أخبر الله عز وجل في كتابه الكريم وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فكل ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام وجب على العبد المسلم بعد أن يثبت لديه بأن الخبر صحيح أن يقابل ذلك بالتصديق. ألم يخرج بين شفتي النبي عليه الصلاة والسلام؟ فكل ما خرج من بين شفتيه حق. كان يملي في يوم الأيام الحديث على عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكان عبد الله بن عمرو، وعبد الله بن عمرو كان من كتاب الصحابة، وكان يكتب عن النبي عليه الصلاة والسلام. فكان النبي يتكلم بالحديث وعبد الله بن عمرو يكتب عن النبي عليه الصلاة والسلام، وكأنه كف عن القلم أو شك في بعض كلام النبي عليه الصلاة والسلام. فقال النبي عليه السلام: ما لك؟ اكتب، والذي نفسي بيده لا يخرج بين هاتين إلا حقا، والذي نفسي بيده لا يخرج بين هاتين إلا حقا. فما يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم إلا بالحق، ولكن لك يا عبد الله أن تسأل بسؤال واحد بين يدي ذلك، وهذا السؤال هو ثبوت الخبر. كما قاله الصديق أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما قيل له بأن محمدا أو أن صاحبك يقول بأنه الليلة أسري به من مكة إلى بيت المقدس وعرج به إلى السماء، لم يعرض أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه هذا الحدث الغريب العجيب في ذلك الزمان الذي ليس فيه طائرات ولا وسائل نقل سريعة، بأن محمداً يسرى به، يخبر الناس بأنه أسري به الليلة من مكة إلى بيت المقدس بل وعرج به إلى السماء. لم يعرض أبو بكر الصديق هذه الواقعة على دلائل العقل وحوادث الواقع، وإنما سألهم سؤالاً واحداً وقال: أو قد قاله؟ قالوا: نعم قاله. قال: إذن صدق. فأنت يا عبد الله إن جاءك خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إياك أن تقابل هذا الخبر بالتشكيك والتحريف والتبديل والتأويل والتصرف في المعنى والقدح في الثبوت بغير حجة ولا برهان. اسأل سؤالاً واحداً ممن هم أهل الخبرة والاطلاع من نقاد الحديث وأئمة العلل وأهل المتانة والثقة والعدالة، اسألوا: هل قاله رسول الله؟ هل هذا مروي في صحيح البخاري الذي أطبقت الأمة على قبوله وعلى الرضا به وعلى التحديث به وعلى تقديمه من بين مصنفات أهل الإسلام؟ هل رواه مسلم وهو من أصح الكتب بعد صحيح البخاري؟ هل اعتمده أحمد بن حنبل إمام العلل؟ هل رضي به علي بن مديني إمام العلل؟ هل قبله يحيى بن معين؟ هل صحح إسناده شعبة بن الحجاج العتكي؟ هل هو حديث صحيح عند علماء الإسلام؟ فإن قالوا صحيح قل: إذن صدق. قبله عقلي أو لم يقبله، وافقه الواقع أو لم يوافقه، إنما أقبل سنة النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لن يكذب. ولو اجتمعت الأخبار بدلائل العقول ونقد أهل النقد على الوجه الصواب ليجدون بأن خبر النبي صلى الله عليه وسلم على الوجه الصحيح، وأن ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم يوافق ما قاله الحذاق أهل العقل والعدل من كافة التخصصات في الطب والاقتصاد والسياسة والجيولوجيا وأخبار المياه وأخبار البحار، كل ما أخبر حتى أخبار الأجنة لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه نطفة ثم علقة ثم مضغة، هذه المراحل أخبر بها محمد صلى الله عليه وسلم وهي في جوف الأرحام. اليوم الطب والحديث صدقها، ودلائل ذلك كثيرة، وصنف فيها اليوم المصنفات العديدة ما يسمى الإعجاز العلمي في الكتاب والسنة، كل ذلك يوافق خبر النبي صلى الله عليه وسلم وهو من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام. وإذا وافق الخبر الخبر فإن هذا يزيد المؤمن اطمئناناً وتصديقاً بنبوة النبي عليه الصلاة والسلام.